السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج مستشارك الطبي. في حلقة النهاردة هنتكلم عن مرض بيهم ناس كتير، هنتكلم عن التهاب الجيوب الأنفية، وهنتكلم عن الصداع الناتج عن التهاب الجيوب الأنفية والفرق ما بين التهاب الجيوب الأنفية والنزلات البرد العادية، وده طبعا بصحبة دكتورنا دكتور محمد عبد العليم استشاري جراحات الأنف والأذن والحنجرة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا وأهلا بالسادة المشاهدين. في بداية الحلقة دكتور احنا هنتكلم عن التهابات الجيوب الأنفية، عاوزين تعريف مبسط لإيه هي أصلا الجيوب الأنفية؟ تمام. الأول طبعا بشكر حضرتك على اختيار الموضوع ده، وهو مناسب جدا للفترة الحالية نظرا لكثرة الالتهابات في الفترة دي. طبعا قبل ما نتكلم عن الالتهاب وتعريفه لازم نعرف فكرة مبسطة عن إيه هو الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية دي عبارة عن تجاويف موجودة في عظام الجمجمة، موجودة حوالين العين والأنف. في نوعين من الجيوب الانفيه او الجيب الانفي اللي هو الجبهي او الفرونتال ساينس ده فوق العين، وفي المجزلري ساينس دول تحت العين او فوق الفك، وفي جيوب انفيه تانية مناطق في المنطقه اللي هي على جناب الانف هنا اللي هي بتقال عليها الاثمويد او الغرباليه، وفي فقاع الجمجمه اللي هي الوتديه تمام او الاسفينويد ساينس. الجيوب الانفيه طبعا ربنا سبحانه وتعالى خلقها لفوائد كتير، من ضمنها تخفيف وزن الجمجمة عشان يسهل حركة الجمجمة، بالإضافة إن هي بتزود مساحة الأغشية المخاطية اللي هي مغطية للأنف، فبالتالي بتحسن وظائف الأنف زي منها تدفئة الهواء وتنقيته من الأتربة وحاجات زي كده. بالإضافة طبعا إن هي بتعمل ريزونانس للصوت أو بتزود الرنين بتاع الصوت، بتطلعه بالصوت بالصورة الطبيعية، بدليل إن لما واحد بيحصل له مثلا دور برد او تهاب جيوب انفيه بيحصل له مشاكل في الصوت. في الصوت بالظبط بيحصل صوت يعني زي المتعارف لدى الناس ان هو مخنف شويه، ده نتيجه ان الاغشيه المخاطيه دي احتقنت وقفلت الانف فبقى رنين الصوت مش مظبوط. فده فكره مبسطه عن اماكن الجيوب الانفيه ووظائفها في الجسم. طب لو اتكلمنا عن التهاباتها ازاي بقى بتلتهب الجيوب الانفيه؟ تمام. التهابات الجيوب الانفيه طبعا ليها اسباب كتير، من ضمنها التهابات نتيجه عدوى سواء عدوى فيروسية أو بكتيرية أو فطرية، وده أشهر الأسباب. وفي طبعا شق تاني من الالتهابات نتيجة الحساسية، بيبقى طبيعة المريض ذات نفسه عنده تحسس نتيجة حاجات المفروض إن هي لدى الناس الطبيعيين ما بتعملش مشاكل، لكن لدى المريض ده بتعمل مشاكل كتيرة. فهي من أهم الأسباب هي موضوع الحساسية بالإضافة لموضوع العدوى سواء الفيروسية أو البكتيرية أو الفطرية. ده بالنسبه للاسباب اللي ممكن تعمل لها التهابات في الجيوب الانفيه. لو جينا بقى دكتور للاعراض، ايه هي اعراضها، ايه ابرز الاعراض، وايه الاعراض اللي ممكن الناس ما تكونش اخده بالها منها؟ تمام. اعراض الجيوب الانفيه زي ما حضرتك افتتحت الحلقه لازم نفرق برضو بينها وبين ادوار البرد العاديه. هي ممكن بتبدا الاول زي اعراض ادوار البرد، بيبتدي العين بيحس بانسداد في الانف سواء في ناحيه واحده او في ناحيتين، بس في الاكتر طبعا بتبقى في الناحيتين. انسداد الانف ده بيصاحبه افرازات من الانف، الافرازات دي ممكن تكون من الامام نازله من فتحات الانف وملحوظه، وطبعا بيختلف على حسب شده المرض او نوع الميكروب المتسبب اللون الافرازات اللي نازله، ممكن تبقى فتحه شفافه، ممكن تبقى مسفره، ممكن تبقى مخدره وهكذا. الافرازات دي زي ما بتنزل من الفتحه الاماميه، في ممكن تنزل من الفتحه الانفيه للخلف وبتنزل على الفم، فالمريض يحس في البلعوم بتاعه ان في افرازات بتنزل، فدي برضو احد الاعراض التانية، وجود الافرازات والانسداد مع وجود اشهر حاجة زي ما حضرتك افتتحت الحلقة اللي هو الصداع. تمام. هنكمل الاعراض بس في فيديو معانا دكتور يمكن بيوضح لنا اماكن وجود بالظبط. هو ده بيوضح وصف تشريحي للجيوب الانفية. تمام. تمام. ودي طبعا وجود الاهداب اللي هي موجودة في اغشية الانف عامة اللي هي برضو بتغطي الجيوب الانفية من جوه. تمام. وده زي ما احنا شايفين على جناب الحاجز الانفي اللي هو في النص ده، في على جنابه فتحات اللي هي فتحات الجيوب الانفيه اللي هي بنقول عليها الغرباليه، لان هي صغيره جدا وجنب بعض عامله زي شكل الغربال او المصفى اللي هي الاثمويد ساينس. تمام. وفي طبعا اللي فوق الكبيره اللي فوق العين واللي فوق فتحه العين دي اللي هي الجيوب الانفيه الثانيه اللي هي الفرونتال ساينس او الجيوب الجبهيه. كلهم طبعا لما بيبتدي يلتهبوا ممكن فتحتهم الموصله على الانف تتسد ويبتدي يحصل تراكم للافرازات بداخلها. تمام. تمام. ده بيعمل زي ضغط او احساس الصداع اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه حضرتك دلوقتي. يمكن الصداع دكتور متهم بيه، لما بيصيب الصداع الانسان بيتهم اكتر من حاجه،
ابرزهم الجيوب الانفيه. بالظبط كده. هو زي ما حضرتك برضو تفضلت وقلت اللي هو موجود وجود الصداع ده من اهم الاعراض واشهرها. كتير جدا من المرضى بيجوا يشتكوا ان عندهم صداع ما بيبقاش عارف يروح فين، ممكن يروح لدكتور انف واذن، يروح لدكتور عيون، يتهم الضغط، وكل دي اسباب فعلا ممكن تكون متسببه في الصداع. احنا عايزين نبتدي ببعض النصائح كده نوجه المريض. طب قبل النصائح يا دكتور، عايز بس اعرف ايه الفرق ما بين صداع الجيوب الانفيه والصداع الناتج عن اي سبب تاني؟ بالظبط، ما دي بقى النقطه اللي انا كنت هقولها على هيئه نصيحه. انت امتى المريض لو جاله صداع يعرف ان انا حاجه خاصه بالانف واذن؟ صداع الجيوب الانفيه بيبقى اكتر، بيبقى بيزيد الصبح. يعني ممكن المريض مثلا اول ما يصحى الصبح يلاقي عنده صداع، وده مش شائع قوي مثلا مع المشاكل اللي هي مشاكل الابصار او العيون، او المريض عايز يلبس نظاره او يغير كشف النظاره. ده بيجي بتاع العيون بيجي على نهايه اليوم بعد اجهاد العين لفتره كبيره. لكن يعني بتاع الجيوب الانفيه بيبقى في بدايه اليوم، في بدايه اليوم يبقى اختلافه ممكن يبقى في بدايه اليوم اول ما يصحى من النوم خالص لسه ما عملش اي حاجه يلاقي عنده صداع. الحاجه النقطه الثانيه اللي اتكلمنا عليها في اول الحلقه، اماكن الجيوب الانفيه. يعني هو حس بالصداع فين؟ بيحسه في المناطق دي اللي هي فوق العين، ممكن يحسه في المناطق اللي هي تحت العين. خلاص. الحاجه المهمه الثانيه اللي هي بقى غير المكان وغير التوقيت، الريليشن بتاعتها لحركه الراس او علاقتها بحركه الراس. يعني المريض لو ابتدى يوطي راسه لتحت تلاقي الصداع يزيد جدا. المريض يجي يقول ان انا لا في الركوع او السجود او ما اوطي اجيب حاجه من على الارض احس ان عيني هتخرج من راسي، والصداع بيزيد قوي مع التوطيه، فدي توجهنا اكتر ان هو ماشي مع الجيوب الانفيه. تمام. طبعا في حاجات بقى ممكن توجهه ان هو يكشف تخصصات اخرى زي المخ واعصاب، وجود بقى زغلله او ترجيع او حاجات زي كده. وطبعا لازم برضو استبعاد ارتفاع ضغط الدم. كل دي اسباب ممكن تؤدي للصداع. يعني الفيديو الصداع بيكون صباحي وبيكون بالقرب من اماكن وجود الجيوب الانفيه. بالظبط، ويزيد للتوطيه لقدام، بيزيد مع ان هو يخفض راسه لقدام. دي برضو من اهم الصفات مع وجود الاعراض الاخرى اللي هنتكلم عليها بقى بعد كده، بقيت اعراض الجيوب الانفيه. تمام. قبل ما نكمل بقيت اعراض الجيوب الانفيه دكتور، يعني في معانا سؤال للمشاهدين هيشاركونا على الارقام الموضحه على الشاشه، والسؤال بيقول هل تتعرض للتدخين السلبي باستمرار؟ ارقامنا موضحه على الشاشه، واي حد عنده استفسار عن التهابات الجيوب الانفيه وصداع محيره ومش عارف يفرق ما بين صداع الجيوب الانفيه وباقي انواع الصداع يتصل بينا على الارقام الموضحه على الشاشه، والدكتور يسعده تلقي اي استفسار. نكمل بقى دكتور في اعراض التهابات الجيوب الانفيه. ايه هي باقي اعراضها بعد الصداع؟ وقلنا الافرازات وانسداد الانف. طبعا الصداع برضه عايزين نقسمه ان هو ممكن يبقى الصداع فوق منطقه الحواجب او في الراس كلها، وممكن زي ما احنا قلنا مكانه يبقى في الوجه كله. تمام. في طبعا لو هو الالتهاب زي ما احنا هنتكلم ان في منه انواع، لو التهاب حاد ده بيصحبه طبعا ارتفاع في درجه الحراره. تمام. فممكن العين يبقى عنده ارتفاع في درجه الحراره وافرازات وصداع. ممكن لو الموضوع بقى في الالتهابات المزمنه بيصحبه برضو تغير في رائحه الفم او في رائحه كريهه في الفم، وده اشهر برضو لو كان التهاب الجيوب الانفيه سببه التهاب في الاسنان ادى ان هو التهاب في الجيب الانفي اللي هي فوق السنان، المنطقه الجيب الانفي اللي هو موجود في المنطقه. يعني التهابات الاسنان ممكن تؤدي لالتهاب الجيوب الانفيه. طيب طبعا لو اهملت وادت مثلا لخراج او حاجه ابتدى يعمل فتح يخترق العظم ده ويخش على الجيوب الانفيه، طبعا ده من ضمن. بس ده بياخد وقت يا دكتور، يعني بياخد وقت لما يتحول من التهاب اسنان لالتهاب جيوب انفيه. طبعا بياخد وقت، يعني عايز المريض بقى يكون في مثلا اهمل في صحته شويه او انشغل بحاجه ما كشفش، ابتدى الموضوع يتطور معاه ان هو يوصل للايه؟ لالتهابات الجيوب الانفيه. عشان كده احنا دايما بننصح المشاهدين باي حاجه تتعالج في اولها بتبقى علاجها سهل وسريع. الحاجه اللي بتهمل ممكن تؤدي لمضاعفات اكتر. يعني احنا عندنا التهاب حاد والتهاب مزمن. ممكن الالتهاب الحاد يتحول لالتهاب مزمن، ولا يعني المريض المصاب بالمزمن يختلف عن المريض المصاب بالالتهابات الحاده؟ تمام. هو طبعا زي ما الجمعيه الامريكيه للحساسيه قسمت التهابات الجيوب الانفيه، قسمتها التهابات حاده والتهابات شبه حاده والتهابات حاده متكرره والتهابات مزمنه. طبعا اشهرها عشان ما ندخلش المشاهدين في تفاصيل طبيه قويه هو التهاب الحاد والتهاب المزمن. التهاب الحاد والمزمن في فروقات طبعا منهم في الاعراض، ولكن الفرق الاساسي بيبقى في مده الالتهاب. لو الالتهاب مثلا في اقل من 4 اسابيع ده بنسميه التهاب حاد، وده اللي غالبا بيبقى مع ارتفاع في درجه الحراره وافرازات كتير وحاجات زي كده. لكن التهاب المزمن بيبقى فتره ممكن تقعد 12 اسبوع كمان،
وبيبقى معاه اكتر الاعراض اللي هو الالتهابات اللي خلف الانف، الافرازات بتنزل خلف الانف، رائحه كريهه، اعراض تانية. فلازم التفرقه بينهم لاختلاف طريقه العلاج. تمام تمام يا دكتور. التشخيص وده لانه بيعتمد عليه العلاج، حضرتك بتشخص التهاب الجيوب الانفيه عن طريق ايه، وايه العوامل المساعده اللي بتخليك تشخص بشكل دقيق؟ تمام. تشخيص طبعا الجيوب الانفيه زي ما حضرتك تفضلت وقلت من اهم الحاجات، زي ما احنا قلنا دلوقتي التشخيص المبكر عشان العلاج المبكر والعلاج الدقيق. التشخيص بنمشي على ثلاث محاور رئيسيه زي معظم الامراض الطبيه. اول حاجه التاريخ المرضي للحاله، ان الدكتور يقعد مع المريض ويتكلم معاه ويساله على جميع الاعراض الخاصه بالانف، بالاضافه للفحص الدقيق زي ما احنا ممكن نشوف يعني هنشوف دلوقتي سلايدز معينه لفحص بتتكلم الانف. عن الفحص. لفحص الانف دي حاجه مهمه جدا. فحص الانف طبعا في الفحص المعتاد زي ما كل المشاهدين راحوا عيادات انف واذن وشافوا، وفي الفحص المتقدم بالمناظير، وده حاجه مهمه جدا عشان نقدر نوصل للاسباب اللي ممكن تخلي الموضوع متكرر او مزمن زي ما حضرتك سالت. يعني هو في باوربوينت احنا مجهزينه من بدايه الحلقه، ان شاء الله هنتكلم عن الفحص ويكون معانا سوا، بس هناخد الاتصال معانا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اتفضل الدكتور مع حضرتك. لو سمحت دكتور، انا دايما بقوم من النوم بصداع جامد في دماغي، وبالذات لما انا ببقى نايمه يعني، وفتره تحت الصبح، وزي ما انت قلت مناخيري كده اوقات لو جاني دور برد تنزل دم على طول، ما تبطلش لما دور البرد يروح، وعينيا الشمال بشد دماغ الشمال صداع فظيع جوه. وانا كشفت والدكتور بيقول لي ضغط قوتي وكده، وخدت دواء للضغط وحبوب صداع نفسه وكده، ما فيش حاجه راضيه توقف الصداع معايا. تمام. اولا الف سلامه على حضرتك. دايما العروق بتاعتها الف سلامه على حضرتك، بس الاعراض اللي انت محمره وبتوجعني. بيتكلم برضو عن اعراض في العين بالظبط. ما هي نفس الاعراض اللي حضرتك بتقوليها دي زي اللي احنا ذكرناها في بدايه الحلقه، اللي هو في وجود التهابات. يعني التشخيص المبدئي ان احتمال كبير بنسبه كبيره في التهاب في الجيوب الانفيه، فيجب على حضرتك تتفضلي تزور استشاري انف واذن. تمام. حضرتك سامعاني طبعا من التلفزيون بقى دلوقتي؟ تمام، تسمع حضرتك من التلفزيون. ممكن تتفضلي بزياره استشاري انف واذن لاستبعاد وجود الموضوع ده. زي ما احنا قلنا هي خدت الشق الاول من الكلام اللي هو التاريخ المرضي، حكيت لي الموضوع بتاعها، بحط صوره مبدئيه ان في التهاب في الجيوب الانفيه، اتاكد بالخطوه الثانيه اللي هو بالفحص، عشان كده هي لازم تبتدي تروح لدكتور يفحصها، ولو شك في الموضوع في موضوع الجيوب الانفيه بيبتدي يشخص بوسائل اخرى مساعده زي مثلا المناظير او يعني الاشعاعات المقطعيه. يعني التشخيص المبدئي هي كده تعاني من التهابات في الجيوب الانفيه بس تحتاج يعني لازم تروح لطبيب. بالظبط كده، عشان طبعا تمام. يتاكد من التشخيص بالفحص ويكتب لها العلاج المناسب. نكمل بقى يا دكتور في التشخيص، احنا قلنا ان في تشخيص بالمنظار، ومعانا الباور بوينت معانا دكتور. بالظبط كده. طبعا اول حاجه في الباور بوينت دي بتبين لنا زي اللي هي الحاجه اللي قلناها اللي هو اماكن الجيوب الانفيه دي اللي قلناها في بدايه الحلقه. ممكن نشوف بعدها بقى، بعد كده هنبتدي ان طبعا انا السلايد دي حاططها عشان خاطر اقول انبه الساده المشاهدين ان من اهم اسباب الصداع والالم زي ما جالنا اتصال دلوقتي هو موضوع الجيوب الانفيه. الاسباب طبعا اتكلمنا عليها كتير، اللي هو سواء والفحص قلنا اهم حاجه هو الفحص بالمنظار عشان نوصل لتشخيص مظبوط ونقدر نعرف الاسباب. الحاجه الثانيه في الفحص زي ما باين بقى في الصوره الحاليه هو وجود الاشعه المقطعيه، دي بتبين لنا الوضع التشريحي للجيوب الانفيه ووجود اي اسباب تسببت في التهابات مزمنه او متكرره. طبعا زي ما واضح في الشاشه قدام الساده المشاهدين، هو اول حاجه الحاجز الانفي في النص ده فيه طبعا انحراف بسيط او اعوجاج بسيط. الجيوب الانفيه على الجانبين ما فيهاش اي مشاكل، لكن الصوره اللي اتعرضت حاليا هنلاقي لا، الجيوب الانفي بدل ما هو لونه اسود وطبيعي وفي هواء، لا ده فيه افرازات ملياه وفي تضخم في الاغشيه المخاطيه اللي هي ماليه الجيب الانفي. لو شفنا بعد كده نشوف الصوره اللي بعد كده بعدها، هتبقى ده التهاب بقى في الجيب الانفي اللي احنا قلنا عليه في الاول الوتدي او اللي هو في قاع الجمجمه. ده بيبقى طبعا الجيب الانفي الوتدي ده مليء بالافرازات، وده يسبب للمريض صداع جامد يقعد يلف عليه ويشرب. استاذن حضرتك يا دكتور، هناخد اتصال الاستاذه فاتن ونكمل الباور بوينت. اتفضل يا استاذه فاتن. اتفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي الدكتور مع حضرتك. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. اهلا وسهلا. لو سمحت انا عندي كنت عملت عملية الجيوب الأنفية ولازم كل يوم اقوم الصبح الاقي بلغم كتير في حلقي في الحلق من الداخل. حضرتك اقعد اشيله باصبعي كده ومفيش فايدة، يعني الحاجة دي مضايقاني قوي. وساعات احس بحرقان كده ناحيه الانف وصداع، الصداع بقى بيبقى ماسك دماغي كلها. رحت لكذا دكتور كتبوا لي على علاج مفيش نتيجه. تمام. طب حضرتك عملت العمليه من قد ايه؟ عملتها من مده كبيره، من حوالي 12 سنه كده. اتحسنت بعدها فتره ورجع التعب ظهر تاني؟ ايوه. تمام. هو الحاجه اللي مضايقاني بس حضرتك البلغم ده اللي على طول فيه بينزل من الداخل. تمام. هرد على حضرتك حالا. حاضر. حضرتك تابعينا من التلفزيون وان شاء الله الدكتور يرد على حضرتك. ماشي، اتفضل. السؤال بتاع الاستاذه فاتن ده من الاسئله الشائعه اللي المرضى تقريبا كل يوم بيسالونا. احنا بنحس يا دكتور ان عمليه الجيوب الانفيه بنعملها وممكن ترجع تاني، نفس الاعراض ترجع تاني بعد العمليه، ممكن تزيد كمان. ده سؤال طبعا شائع. هي النقطه طبعا ليها كذا يعني رد في الموضوع ده. اولا مش كل مرضى الجيوب الانفيه بيحتاجوا عمليات. ففي مرضى جيوب انفيه بيخفوا كتير بالعلاج الدوائي. تاني حاجه، الموضوع بتاع التهابات الجيوب الانفيه ده مالتي فاكتوريال او ليه عده اسباب بتؤديه. ممكن احد الاسباب يكون وجود حساسيه، فالحساسيه دي ممكن تحتاج علاج حتى بعد العمليه. المريض بيظن ان هو لو عمل العمليه خلاص انا خفيت، ما اخدش دواء، يبتدي الاعراض ترجع له تاني. يعني مبدئيا العمليه مش علاج نهائي، مش علاج بنسبه 100%. في بعض الحالات طبعا بيبقى علاج نهائي والمريض ما بيحتاجش ياخد حاجه. لكن لازم الدكتور يكون صريح مع المريض والمريض يسمع كلام الدكتور. الدكتور ساعات يقول للمريض استمر على البخاخه دي لفتره معينه، المريض ما يقدرش يستمر فتره كبيره، فمن هنا بتحصل المشكله، يبتدي يحصل تضخم في الانسجه تاني، الجيوب الانفيه تتسد تاني، يجي الاعراض تاني نفس للمريض. الاعراض ترجع. طب حضرتك بتضطر في الحاله دي تعمل العمليه تاني ولا هي العمليه بتتعمل مره واحده؟ في طبعا بعض الحالات بس مش كتيره قوي بتحتاج ان هي تخش العمليه التاني، وفي بعض الحالات حتى لو الموضوع رجع بنحاول معاها بعلاج وعلاج مكثف، بتلاقي الاعراض حركه اختفت خالص وما بيحتاجش دخول عمليات مره. في حاله استاذه فاتن هي تعمل ايه بقى؟ في استاذه فاتن في الاغلب طبعا ان هي هتحتاج لعلاج دوائي تاني. تمام. بس طبعا زي ما قلنا تتفحص كويس، يتبص عليها بالمنظار ويتاخد علاج مكثف. لو الموضوع ما اتحسنش بنعمل اشعه مقطعيه زي اللي كنا عرضناها على الشاشه من شويه، دي بتبين هل في حاجه مخليه الموضوع مستمر او ريكارنت او بيرجع باستمرار ولا لا. يعني العلاج بتاعها يا دكتور هيبقى علاج لفتره صغيره ولا ممكن العلاج يبقى مستمر معاها طالما ان العمليه ما جابتش نتيجه معاها؟ في طبعا بعض المرضى بيحتاجوا علاج مستمر لفترات طويله لسنين يعني، وبس ما بيبقاش علاج كتير، بيبقى الاول علاج مكثف وفيما بعد بنبتدي نقلله تدريجيا وبيمشي على جرعه بسيطه قوي عشان الموضوع ما يبقاش متكرر، بالاضافه لحاجات هنتكلم عليها في الوقايه، تجنب حاجات معينه تخلي برضو الايه الموضوع ما يبقاش متكرر. نشوف الفيديو دكتور اللي معانا ده. تمام. ده برضو وصف تشريحي للانف وفتحات الجيوب الانفيه وعلاقتها بالجدار الخارجي للانف. تمام. زي ما احنا قلنا طبعا وظائف الانف ان هي بتعمل تدفئه للهواء عشان كده الاغشاء المخاطيه. نشوف اللي بعدها. تمام. طيب قبل احنا ما ننتقل من جزئيه التشخيص، احنا قلنا في تشخيص بالمنظار وقلنا في اشعه مقطعيه. ممكن